مرحبا، أنا جبريل العسيري، أنا بشتغل إداري في مطعم القدس. طبيعة عملي دائما على المكاتب وفي شغل المكاتب، يعني ما في حركة نهائي. وزني قبل العملية كان 160 كيلو. كان في معاناة بالحركة، كان في معاناة بالنوم، معاناة باللبس، معاناة يعني فعلية بكل شيء بالحياة، معاناة كاملة، معاناة بكل شيء. المعاناة اللي عندي بالحياة الاجتماعية كانت صفر، ما في حياة اجتماعية، كنت أتهرب من كل المناسبات. ما أحب إني أجتمع مع ناس ما بعرفهم أو ناس غريبين. الحساسية كثير من المواضيع اللي بتمس السمنة، إنه أنت ناصح، أنت لازم تعمل رجيمات، لازم تعمل إيش. قررت إني أعمل عملية لأني وصلت لمرحلة إنه بلشت عندي الأمراض، بداية يعني بداية طريق الأمراض. وصلت السكري تراكم عندي 6.2 والمرض هو 6.4. الضغط عندي كان كثير عالي، أحيانا يوصل ضغط غير منتظم. هلا كبداية كان في عندي خوف من العملية، وكان عندي تفكير كثير من اللي تسمع من الناس، بس لما تيجي تسمع رأي مختص كثير الموضوع يختلف. طبعا الدكتور كثير مريح جدا، كثير بيشرح لك على العملية ووضع العملية وآثار العملية والآثار اللي ممكن تترتب عليك بعد العملية. هلا بعد العملية ما كان في عندي أي خوف، يعني ما في أي وجع، ما في وجع في بدايتها. العملية كثير سهلة، وبنصح يعني أي واحد بيعاني من أمراض السمنة أو بيعاني من الأمراض المترتبة على أمراض السمنة إنه يعمل العملية بدون أي تردد. هلا أنا وزني حاليا صار 83 كيلو، خسرت تقريبا 77 كيلو من بعد العملية، يعني بصير لي كمان 15 يوم بصير لي سنة تقريبا. طبعا مراجعاتي كل شهر أو أكثر حتى، يعني كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع عند أخصائية التغذية سالم. طبعا كثير بغلبها وكثير بضل معها على التليفون، الشرط انه دائما اجيها على المركز. طبعا الحياه كلها تغيرت، كلها اختلفت، يعني بدك تقول انه صار عندي تاريخ ميلادي الجديد من يوم العمليه. الحياه كلها اختلفت، كلها تغيرت، تغير عندي كثير شغلات بشخصيتي. صرت ادور على المناسبات اللي كنت اهرب منها، صرت اجتماعيا كثير اختلف الموضوع عندي، النفسيه اختلفت، يعني حياة أخرى صارت، حياة كثير اختلفت، حياة جديدة.